قصة جديدة. هذا دبور سميته جول واسب، اللون ديالو زوين بحال شي جوهره سميته الدبور الجوهر، اخطر الكائنات على وجه الكره الارضيه، خارج في هاد الوقيته تيقلب على شي حاجه طريضه اللي هي هاد بودار سرق الزيت. بودار اكبر منه في الحجم، هادي عطو جوج مرات، المره الاولى باش يخدر له رجلين ديالو، المره الثانيه هادي عطو بريسيزامون في الدماغ ديالو. الثانية السم ديالها مختلف على العطا اللولى، السم ما حيقتلوش ولكن هيردو زومبي، ما هيموتش ولكن كاع التفكير ديالو هيحبس. تيجي الدبور تيقطع له لي زونتين ديالو باش ما يبقاش عارف شنو داير، حتى الا ترانسفورماسيون زومبي ما كانتش ناجحة نحيد له كاع الاحساس ديالو، ومازال ما سال يدوق الدم ديالو باش يعرف بالضبط النسبة ديال السم اللي بينيترا، ويلا كان ساتيسفي هادي يجرو العش ديالو. هاد بودارة مهم بزاف وما كاينش بلاصه. شوفو بارتي 2، باي باي. بارتي 2، دبور ضد بودارة. هاشنو طرا بارتي 1؟ دبور اتاكا بودارة، دلو السم في المخ ديالو وردو زومبي وجرو العش ديالو. نكملو. دابا هيحط عليه البيضة ديالو يخرج باش يسد عليه الحفرة ديالو باش يحميهم من حشرات اخرى. مع الوقت هذيك البيضة ديالو هذي تولي دودة وخصها تاكل من هاد بودارة حتى تكبر. مهار داتو زومبي باش يبقى عيش وهي كتاكلو، كتزيد تكبر شوية هذي تدخل فوسط منه وتبدا تاكل لي زورغان ديالو بالترتيب اللي هيخلي عيش أكثر مدة ممكنة، اللي هتسالي هذي تبني لا كوكون ديالها فوسط منه حتى تكبر وهتخرج من فوسط منه بحال شي فيلم الفضائي. يبقى تال دابا يدير اكسبلور وحتى القصة الجاية. باي باي.